السلام عليكم. مجلس شورى الإخوان المسلمين في مصر يفجر مفاجأة انتخابية، فوز ساحق للمحافظين على المعتدلين. المرشد العام يعلن النتائج ويؤكد ثبات التنظيم. أبو الفتوح ومحمد حبيب يخرجان من مكتب الإرشاد، وعصام العريان يخرق منفردا. المراقبون يتحدثون عن شرخ يهدد وحدة الإخوان، والسلطة تراقب مستقبل ألد الخصام. عينها اليوم على انتخابات الجماعة، وفي العام المقبل على انتخابات البرلمان. غدا أو بعده ينتخب المرشد، فهل تنقسم أكبر حركة معارضة مصرية أم تنجح في الامتحان؟ مشاهدينا، عن هذه الانتخابات وأبعادها وتداعياتها أرحب من بيروت برئيس مركز الدراسات والبحوث الفكرية الدكتور حسن البنا، وعبر الهاتف من القاهرة الباحث والكاتب السياسي الدكتور فكري عبد المطلب، ومن القاهرة أيضا عضو مكتب الإرشاد المنتخب الدكتور عصام العريان، والنائب عن الإخوان المسلمين في مجلس الشعب الدكتور أحمد أبو بركة. أرحب بضيوفي جميعهم. أبدأ معك دكتور عصام العريان، يعني كيف تفسر ما يقال عن انقسام في جماعة الإخوان المسلمين بين محافظين ومعتدلين؟ توجه يريد أن يحدث بلبلة لدى الرأي العام ولدى المراقبين وحتى داخل الصف الإخواني، أن هناك انقساما أو تمهيدا لانقسام داخل الإخوان، وهذا غير صحيح. هناك بالفعل تنوع في الآراء واختلاف في وجهات النظر، ولكن لا يمكن أن يصنف شخص واحد على الدوام بأنه محافظ أو شخص على الدوام بأنه إصلاحي. هناك قناعات تتغير مع الوقت وتتغير في المواقف وتتغير بحسب القضايا التي يمكن أن تثار. الجماعة الإخوان كلها جماعة إصلاحية قامت من أجل الإصلاح، تبدأ بإصلاح النفوس وتمر بإصلاح المجتمع وتنتهي بإصلاح الحكم وإصلاح العالم كله كمنهج الإسلام الإصلاحي والتغيير. لكن التصنيف إذا كان تصنيف في أن هناك اختلاف في وجهات النظر فهذا حق وهذا شيء جيد ويثري ويقوي الإخوان المسلمين. أما إذا كان مقصودا به أن هناك انقسامات وأجنحة تتصارع فهذا ليس صحيحا. طيب دكتور عصام العريان، ولكن البعض يعني من قيادات الإخوان وحتى في مجلس الشورى قال بأن النظام نجح في تحجيم الإخوان. النظام المصري نجح في قتل السياسة في مصر. نعم. ونجح في حصار المجتمع المدني ومؤسساته في مصر، ونجح في إرغام الشعب على البحث واللهاب خلف لقمة العيش، بحيث لم يعد المواطن المصري قادرا في ظل شرب مياه ملوثة وأكل أطعمة مسرطنة وهواء بيئة ملوثة بسحابة سوداء تظلل القاهرة الكبرى كلها سنويا في شهور معينة وتردي في المرافق والخدمات، فأصبح المواطن المصري لا يستطيع المشاركة الحقيقية في صنع المجتمع أو حتى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذن نحن أمام أزمة مجتمع كبيرة وليس أزمة الإخوان المسلمين. القوة الرئيسية التي تقاوم هذا الحصار هي الإخوان المسلمين، وهي ما زالت وستظل إن شاء الله عند حسن ظن الناس بها للوقوف ضد الفساد وضد التبعية وضد الافتتان، وتعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة. الإخوان المسلمون لهم 20% من مقاعد مجلس الشعب، لأن الانتخابات الأخيرة كانت شبه شفافة وشبه نزيهة. إذا جاءت انتخابات نزيهة نستطيع أن نجيب على السؤال من أمر من الواقع نفسه، أما إذا لم تكن الانتخابات نزيهة فلا يمكن البناء على نتائجها. نحن نتوقع في الانتخابات القادمة أن تكون هناك، إذا لم يحدث أي تطورات هامة، أن يكون هناك تقييد شديد على حرية الترشيح وحرية التصويت وتزوير لإرادة الناخب. نعم، أشكرك عبر الهاتف عضو مكتب الإرشاد المنتخب الدكتور عصام العريان على هذه المشاركة. دكتور البنا، أرحب بك معنا مرة أخرى من بيروت. سمعت ما
تفضل به الدكتور العريان، لا انقسام داخل الإخوان المسلمين، لا أجنحة. إذا السؤال ماذا يجري داخل الجماعة؟ هل هناك اختلاف في وجهات النظر فقط أم هناك إطلاق رصاصة الرحمة على التيار الإصلاحي في الجماعة كما وصفه يعني بعض الأعضاء في مجلس الشورى في الجماعة وبعض القياديين في الجماعة؟ هو يعني أصيبت التنظيمات والجماعات الرسمية وغير الرسمية في مصر يعني الانتكاسة في بناء الهرم التنظيمي سواء كان داخل الإخوان أو باقي الجماعات الإسلامية الأخرى، لأنها تتصف بعدم الديناميكية وعدم الحراك السياسي داخل هذه التنظيمات. فمن يسيطر على قمة هذه التنظيمات يبقى على الكرسي مثله مثل أي حاكم عسكري موجود في المنطقة العربية. فإذا بالتالي المشكلة تكمن في هرمية السلطة التنظيمية من حيث اتخاذ القرارات. ولو احنا سمعنا الأخ مهدي عاكف قال أنا اللي فكرت في موضوع اللجنة الجديدة وقمت بالإشراف بها على بنفسي وقمت بالتعديلات الموجودة، هذا لا ينم عن عملية حراك سياسي. والدليل على ذلك أن قدامى رجال الحرب من الإخوان المسلمين لا زالوا يتربعون على قمة الهرم الموجود في التنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ولم يفسحوا المجال لقيادات شابة وليدة جديدة. بالرغم ان فاز الأخ عصام، إلا أن المشكلة ليست مشكلة اختلافات، الاختلاف مشروع داخل أي جماعة أو أي تنظيم، لكن هناك خلاف جذري، والخلاف يختلف عن الاختلاف. الخلاف معناها وجود نظرتين متضادتين في الاتجاه. أما بالنسبة للاختلاف لا، يبقى يعني المجموع داخل الإخوان يعني كما إذن هو. إذن دكتور البنا تتحدث عن أجنحة داخل الجماعة وليس اختلاف في وجهات النظر أو خلاف. يعني الفكر الإسلامي لا يسمح بوجود أجنحة، الفكر الإسلامي لا يسمح بوجود أجنحة. الفكر الإسلامي يعني إما أن تكون معنا وإما أن تكون علينا، وبالتالي خروج أو إخراج أو الإفساح الباب لخروج واحد مثل الأخ حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح كشخصيات فكرية سياسية واعدة لها تنظيراتها ولها أفكارها، إنها بكل بساطة أن يتخلى الإخوان عن هكذا عناصر، يعني معناها وجود خلاف وليس اختلاف. طيب اسمح لي، يعني انضم إلينا الآن من القاهرة الباحث والكاتب السياسي الدكتور فكري عبد المطلب. أرحب بك دكتور عبد المطلب، يعني لا أدري إن كنت سمعت ما تفضل به.